اخد رايك استاذ محمود، ان شاء الله باذن الله قريب نتمنى كلنا عوده الجماهير للكره المصريه. انت شايف ازاي نبدا تطوير بقى؟ يعني احنا عرفنا بعض المشاكل ولسه في مشاكل هنتكلم عليها وملفات تانية. ايه بقى اللي تقترحه انك عشان نبدا نحط رجلينا على الطريق الصحيح لتطوير الكره المصريه؟ انت يعني الكره المصريه ده حاجه كبيره. خلينا حاجه حاجه. على يعني حضرتك عايز تتكلم مثلا على مستوى التسويق، ممكن تقول لنا افكار. عايز تتكلم على مستوى الحضور الجماهيري وازاي يتنظم؟ على فكره ده حاجه يا كابتن، انت دلوقتي الدوله قدمت لك وزاره الشباب والرياضه بامانه شديده بنيه تحتيه 10 على 10، ما قدامكش حل طبعا بامانه. التسويق ده ليه ناس متخصصه فيه، المفروض تجيب ناس بقى تقول لي هعمل ايه، هتديني هتطول تبقى لجنه داخل الاتحاد. طبعا الاتحاد المصري لجنه التسويق، وانت عندك في داخل الانديه كل نادي عنده لجنه تسويق اللي هي بتقدر كمان تدير. استاذ محمود، ده احنا عندنا مشاكل، المشاكل في الانديه ان من ضمن معظم الانديه اللي كانت مش عايزه الدوري يرجع كانت بتقول لك لا انا معيش فلوس. لا ما هو ده كمان يرجع عشان كان عاوز فلوس. يعني هو كان بيعمل كده، فانت تقول له ايه؟ طب خد دول. هيقول لك خلاص انا بقى ان الانديه كمان معاش فلوس. بس عايز اقول حاجه، هو معذور والظروف صعبه والدنيا ومرتبات وبتاع، كان محتاج انه ياشي. ولما رجع الدوري اختفى الكلام ولا ما اختفاش؟ ولا فعلا احنا ولما عارف لما تكمل الثلاث اربع خمس مباريات اللي قدام هتشوف رد الفعل ايه لما المساله تمشي. وتبص هي الظروف صعبه على الكل في البلد، مش في البلد بس، ده على مستوى العالم. واحنا جزء يعني عاوزين ايه؟ لما ايه الهدف؟ انك طب قعدنا ساكتين، لكن لما رجعت الحياه وجهه نظر اختلفت ولا ما اختلفتش؟ اكيد هيبقى خلاص دلوقتي عندك الانديه هتتكلم بلغه مختلفه. ولاحظ حاجه، انه حتى مع الظروف دي بدات الانديه تفكر في قطاعات ناشئينها. يعني بدل ما انا بشتري لعيب دلوقتي في ظل الاسعار، يعني المفروض اسعار اللاعبين في مصر تبدا ايه؟ تنكسر. لا تنكسر بعد المبالغ الضخمه دي، يبقى في اوروبا بدا حتى رغم الكلام اللي احنا بنسمعه يعني رفع، لكن برضه الوضع هيبقى ايه؟ مختلف شويه. تطور بنيه تحتيه عندك جاهزه. نتكلم بقى على الجمهور. اذا كنا بنفكر الرهان الحقيقي هو عوده الجمهور يا كابتن. وعوده الجمهور انت بدات بفكره في كاس امم افريقيا 2016 الفان اي دي، وخدتها كملت بيها في كاس الامم 23 والمساله نجحت. طبقها في الانديه، هتطبقها في الانديه حتى لو هتبدا تدريجيا. يعني يا جماعه ما ينفعش احنا ايه داخلين النهارده في 8 سنين اعتقد بدون جمهور. صحيح. احنا سبقنا العالم، فكرنا صحيح. تفكير بعيد. لازم تبدا ترجع الفان اي دي وتعملها لجماهير الانديه مع حملات التوعيه. انك يا جماعه دي رياضه ملهاش علاقه باي حاجه تانية، انت داخل وترجع. عاوز ارجعك لحاجه بعد الحادثه المشؤومه بتاعت 2012 بتاعت بورسعيد. عارف النيابه العامه عم بيقولوا نفس الكلام، عملت 11 شرط عشان تريع نفسك. انت محتاج حاجه وانت راجل لعبت في الدوري الالماني وبيعمل لك لقطه كده، روح جايب لك اي حد خرج على ايه؟ على النصر. راجل رمى الموزه اتجاب من وسط ايه؟ ال 80,000 حقيقي. خلاص محتاج انت بقى الشغل ده، محتاج انت ايه؟ تنقل النقله بقى دي. انك انت ايه؟ اللي انا قريته وشفته انك انت عندك المدرج 500 مقعد، البايكر واحده كده 500 مقعد، بيبقى لها امن. يعني مثلا ليها امن كل بلوك بيبقى كل ليه السكيورتي بتاعه، ثلاثه او اثنين. التلاتة والاتنين دول حافظين ال 500 اللي بيجوا يقعدوا، يعني عارف ايه؟ بتاخد تذكرتك رايح لمقعدك يا كابتن هاني، مش رايح لمقعد التانية، مش مقعد حد، لازم الكلام ده ينتهي، ليك مقعد تقعد عليه، خلاص مش تروح تلاقي حد مش موجود. استاذ محمود كمان يعني باخد من كلامك ان موضوع التذكرة دوت، انت ناسي ان الموضوع التذاكر دوت اصلا المفروض يكون دخل كبير جدا للاندية. طبعا. انت الاندية بره بتعمل ايه؟ الاندية بره عندها الماركتنج ده وباو التسويق. انت قبل بدايه الموسم في حاجه اسمها الدور كارد، ده بالالماني او الكارت المستديم. ده بيعرض التيكت سيزون بالظبط. التيكت سيزون ده ان شاء الله بعد عوده الجماهير ده دخل كبير جدا جدا للانديه. انت بتتكلم ان لو نزل ده في النادي الاهلي، لو الاهلي بدا الكلام ده على فكره بدا فيها، بس المشكله بعد كورونا. بعد لكن لو هنبدا على المستويات، وانا بتكلم برضه استاذ محمد وخد من كلامي نقطه نتكلم بيها على ازمه التسويق وازمه الفلوس في الانديه الشعبيه. انت بتتكلم دايما يعني في ازمه، النادي المصري كان بيمر بازمه وما زال، نادي الاسماعيلي عنده مشاكل ازمات،
طب فين الموارد وفين الخطط اللي بيحطها الانديه عشان بنتكلم المشاكل دي من زمان؟ طب ليه ما فيش حلول حتى على مستوى الانديه الشعبيه؟ الانديه الشعبيه رصيدها الاساسي وجزء كبير جدا من موارد دخلها هو جمهورها، جمهورها الشعبي في المباريات. يعني لما بنتكلم على النادي، خلينا في الانديه زي اسوان، الاتحاد، طنطا، المصري، الاسماعيلي، اسكندريه، كل اسكندريه، فدول كل اللي ملعبه يعني طبعا باستثناء الاهلي والزمالك طبعا اللي هم قمه الشعبيه في مصر يعني. فدول دول المورد والدخل الاساسي بيهم تذاكر المباريات اللي هتجي لهم بشكل كبير جدا. اللي هتجي لهم طبعا بالاضافه للرعايه والبث، اوكي، بس جمهورك لما يبقى معاك موجود كل اسبوع ولا كل اسبوعين معاك 30,000 مشجع موجودين معاك، اولا ده بجانب الضخ المالي الكبير جدا ليك، بيعمل يعني اثراء للمسابقه نفسها وتقويه وتحفيز للاعبين، بيزود المسابقه، بيزود اعلاناتها، بيزود قيمتها، بيزود قدراتها بشكل كبير جدا. فده مهم جدا طبعا. فملف عوده الجماهير ده ملف اساسي جدا، لابد ان طبعا الانديه عندها رغبه في كده والدوله يعني جاهزه لكده. احنا بنامل ونطمح في ان الجماهير تعود، لان طول ما المدرجات فاضيه، يمكن شفنا مع ازمه كورونا اللي هي ازمه اضطراريه وصحيه في العالم، ان في انديه في اوروبا كانت متحفظه كتير جدا انها تنزل تلعب من غير جمهور، وكانوا رافضين، ومفقدينهم برشلونه وريال مدريد كانوا رافضين بشده انهم يلعبوا من غير الجمهور بتاعهم. لكن طبعا حفاظا على صحه الناس اللي هي صحه الانسان مقدمه على حاجات كتير جدا، قال لك ان الجمهور ما يجيش دلوقتي، وان كان في بعض الدول ومنها المانيا تحديدا اللي بدات تفكر في عوده تدريجيه للجمهور. فمهم جدا ان يكون الجمهور جزء من المنظومه الكرويه، لازم يرجع، ولازم يرجع بشكل قوي جدا. استاذ محمود، لما بيقول لك الموده اللي موجوده دي مرتبطه بقانون الشغب او قانون الجمهور في المدرجات، القانون اللي يامن سلامه الجمهور ويامن المنشات ويامن اللعيبه ويامن الفرق من الجمهور نفسه، ويامن الجمهور من الجمهور نفسه. فاذا كان عندك قانون قوي ومطبق، اعتقد انك هتضمن سلامه كل الاطراف، وبالتالي تقدر ترجع وانت مستريح وانت مستقر. وده هيعمل ضخ مال كبير في المسابقه، بيعمل اسراء، بيزود من قيمتك، بيزود من تسويقك، بيحطك في حته ثانيه خالص. احنا يعني بنتفرج على يعني زي مسارح صامته، ممثل طالع بيمثل. اعتقد ان مفيش اي حاجه بالنسبه له. الكره يعني الكره للجماهير زي ما بيقولوا، وعنصر زي ما بتكلم حضرتك، بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ان مش بس عنصر الجماهير، هو عنصر طبعا تشجيع، وعنصر بيدي لشكل المسابقه شكل كبير جدا جدا. بنشوف الدوري الالماني نسبه الحضور بتوصل لكل مباراه، بتوصل لملايين. نسبه الحضور كذلك في الدوري الانجليزي. لكن انا كمان بتكلم ان نسبه من الدخل واللي بيعتمد عليه الانديه بره هو الحضور الجماهيري والفلوس اللي داخله. ده شيء مؤكد.